ده السبت بتاع المدرسة بتاعت ليلى اللي انا هعملهولها سبت الباسكت، يعني مش السبت، الهدية اللي انا اديهالها عشان يوم المدرسة او المدرسين السعوديات. شمعية هنحطها هي الناحية دي، وده اللي انا كنت مستنيه يجي، ده البينك درينك بتاع ستاربكس، مشروب بتاع ستاربكس هحطه هنا. بعد كده عايزين نحط الحاجات الكبيرة من ورا، سو في كيس الكاندي دوت نحطه هنا كده، وبعدين في كيس الشيبس نحطه هنا، وفي اوريوز نحطه من ورا كده، وفي دوت بتاع صيني كده جواه فراولة على شكل الباندا نحطه من فوق، في فستق بالعسل، في بيف جيركي، في مكسرات كده او خلطة حاجات غريبة ملبسة حاجات غريبة كده يعني، ودوت لبان نحطه كده، وده تيك تاكس نعناع، وفي الغويشة ديت هي بتحب اللون اللبني والبامبا، سو انا جبت لها الغويشة اللبني ودي بامبا، ديت بتعلقوها على بتحطوها في الفانلة او القميص اللي انتوا لابسينها، بعد كده بقى تحطوا الكارت هنا مثلا بتاع الشغل ويتشد كده عشان ما تفضلوش كل شويه تفضلوا تطلعوا في الكارت بتاع الشغل او الحاجات دي يعني. سو دي البامبا اهي، نحطها هي اخر حاجه عشان هي صغيره، في الغويشه دي اهي. بعد كده بقى شويه ملبسات وحاجات هحذفها جوه كده، وكده خلاص هنحط هي اخر واحدة ديت كده من فوق، وكده اهو ده شكله، وده عامل زي شكل شنطة، just be chill زي شنطة كده.